نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة القبس الكويتية التي اخترنا منها لكم طريقة جديدة لقياس مؤشرات المرض عبر الواي فاي. توصل علماء في أمريكا إلى تقنية جديدة تساعد على قياس المؤشرات الصحية لجسم الإنسان. التقنية الجديدة أطلق عليها اسم واي جيت، وهي مزودة بأجهزة استشعار متطورة قادرة على إرسال إشارات راديو مطابقة لإشارات الواي فاي لتفسر أي خلل أو حركة غير اعتيادية من الممكن أن تكون مؤشرا لمرض ما كمرض باركنسون مثلا. نطالع مشاهدين من صحيفة الرياض السعودية يد صناعية ترى وتمسك الأشياء بشكل تلقائي. طور فريق من الباحثين في بريطانيا يدا صناعية تثبت عليها كاميرا يمكنها أن تلتقط صورا للأشياء الموجودة أمامها وأن تقوم بتقييم حجمها وشكلها من أجل أن تمسك بها بشكل تلقائي. صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها شركة صينية تطرح أول هاتف ذكي مزود بأربع كاميرات. أطلقت شركة صينية هاتفا ذكيا جديد مخصص لمحبي التطوير التصوير وصور السيلفي، يحتوي على أربع كاميرات، اثنين في الجهة الأمامية ومثلهم في الخلف. وقالت شركة أوكيتيل إن كل الكاميرات مزودة بأنظمة فلاش LED وستكون صورها مشابهة بالصور الملتقطة بكاميرات ديسلر. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القدس العربي، وبعد واتساب عطل مفاجئ يصيب تويتر. توقف موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن العمل لفترة وجيزة في منطقة الشرق الأوسط بعد يوم واحد من توقف تطبيق واتساب في جميع أنحاء العالم لمدة ساعتين، ولم يعلق مسؤول شركة تويتر عن هذا العطل.